كابتن عزوز بيرحب بالساده الركاب وبيتمنى لكم رحله سعيده وزي الفل. كابتن عزوز متشيك لابس بدله وكاب ومعانا مضيفه وخدمه نظيفه وجرب كل الحقوني. مالك يا عزوزي؟ وانا جاي لكم ومتاخر كالعاده علشان مش لاقي المفتاح كالعاده برضو. ركبت التوك توك وجاي على هنا. دخل عليا راجل شكله متوحش، قال لي ان اسمه ابراهيم الاحمر في توه المطار الجديد، وقال لي يدفع اته كل شهر او حلاوه كل اسبوع. مش عارف بصراحه، يعني هي حاجه بين الاته او الحلاوه تقريبا. اتاوه؟ ايوه هي الاتاوه. هو قال لي كده، يا ندفع القتاوة يا إما هيدلعنا. يبقى نبلغ البوليس. ما هو قال لي لو بلغت البوليس هيدلعنا برضو. وبعدين بقى؟ طب يمكن بيهددنا بس، إنما مش هيعمل حاجة. ممكن نحلق له خالص. ما هو قال لي إننا لو حلقنا له برضو هيدلعنا. هو الراجل بصراحة ما سابش حاجة لما قالها. اسمه إيه الجدع ده يا كابتنة؟ إبراهيم الأحمر. يا نهار أبيض، إبراهيم الأحمر بنفسه؟ انت تعرفه ياد يا هيصة؟ ده اكبر بلطجي في امبابة تمن، واللي ما بيدفعش بيدلعه او بيدندشه، حاجة زي كده يعني. شفت يا عم سيد؟ شفت اهو طلع معروف بموضوع الدلع ده. طب وبعدين هنعمل ايه يا جماعة؟ مالكوا تبلتوا كده ليه؟ الله، تلات رجالة طول بعرض وخايفين من واحد بلطجي؟ مش مسألة خوف يعني يا نعنوعة، ده اسمه احترام. يبقى تقفوله كده. هو فاكر نفسه ابراهيم الاحمر ده؟ انت لو شفت شكله يا نعناعة مش هتقولي كده. وبعدين ده بقولك هيدلعنا. نعناعة عندها حق، احنا لا يمكن نستسلم بالسهولة دي. شوفوا انا هسافر استخبى عند اهلي كام يوم كده لغاية ما الدنيا تهدى. يا سلام على الشجاعة. طب وانت يا هيصة؟ عيبة كابتنة، انا في ظهرك، انا واجهتك وحمايتك، ولا يمكن اسيبك ابدا ابدا ابدا. انا بس هروح مع عم سيد اوصله. ليتوه ولا حاجة، انت عارف الراجل كبر وعجز، كام يوم كده واجيلك بإذن الله نكسر الدنيا. اخس بقى انتوا رجالة، انتوا تسيبوا الجدع في محنته؟ اخس عليكوا، بجد اخس عليكوا. أصيلة يا نعناعة، أصيلة. بس هنعمل ايه دلوقتي؟ معرفش، انا هروح يومين كده عند خالتي في حلوان لحد ما تخلصوا عليه. أصيلة يا نعناعة. ايه انت كمان يا نعناعة؟ أنا عندي فكرة يا جدعان، أنا أعرف واحد
ممكن يعلمنا ازاي نتعامل مع البلطجية. مين ده؟ إبراهيم الأزرق، أكبر بلطجي في الكتكات تمن. أنت تعرفه يا هيصة؟ ده حبيبي يا كابتنة، إبراهيم الأزرق ده عشرة عمر. أنا هروح وأقنعه إنه يساعدنا ويعلمنا فنون القتال والدفاع عن النفس. ده أحسن واحد في الكلام ده. أول كاراتيه يعني وكده؟ كونج فو، قفز حواجز، صعقة يعني. يا سلام، سيد رامبو قاهر الأعداء. وهيخلينا فورمة يعني؟ عضلات بقى ولياقة بدنية وإيه حركات يعني؟ يخلي قلبنا يجمد ويفوت في الحديد. روح له يا هيصة بس بسرعة، والنبي بقولك هيدلعنا. اتفضل اتفضل. اهلا وسهلا اهلا وسهلا يا عم ابراهيم. محسوبكم ابراهيم الاصفر فتوة الحسنيه. هو مش المفروض ابراهيم الازرق؟ ما انا ما لقيتوش الله، فجبت عم ابراهيم الاصفر. وده كويس ده يعني؟ اصل شكله مش قد كده يعني. طيب عليك، ده اللي معلمهم كلهم. هو بس لونه متغير حبتين. منور يا عم ابراهيم، منور. ده نورك يا حبيبي. بص يا عم ابراهيم، انت طبعا هيصة حكالك على المشكله اللي عندنا، احنا بقى عايزينك تعلمنا نتصرف ازاي مع الموضوع ده. ما تقلقوش يا اولاد، انا هظبطكم على الاخر. هو مين بقى اللي تعرض لكم؟ ابراهيم الاحمر. الاحمر؟ يا خبر، مش ده اللي بيدلع ويفرفش كده باين عليه؟ هو ده يا كوماندا. ده كان من احسن رجالتي. انا بقى هقول لكم تعملوا ايه. ابوس ايدك، زبطنا بقى، كل اللي فاضل كام ساعه. خلاص يا نجم، اعتبره خاف خلاص. يلا جهزوا، وحنتقابل هنا كمان ربع ساعة. وبعدين بقى فين يا ابن إبراهيم الأصفر ولا الكحل بتاعك ده؟ هو مش قال ربع ساعة؟ ده اختفى بقاله ساعتين. ما تخافش يا كابتن، هو عارف بيعمل ايه. بقولك ده الكوماندا. يا ابني روح شوفه، ده كل اللي فاضل على المهلة خمس ساعات. ايه يا عم إبراهيم كل التأخير ده؟ كده مش هنلحق يا عم. عيب عليك، كله تحت السيطرة. يعني هتلحق تعلمنا فنون قتالية في خمس ساعات؟ خمس دقايق بعون الله، بس مش ده المهم. يلا اقفوا صف. انتباه، الدرس الأول استخدام العقل. وزي ما انتوا عارفين يا وحوش ان العقل السليم في الجسم السليم، وعشان جسمنا يبقى سليم يبقى لازم ناكل كويس. يلا الفطار. فطار؟ فطار ايه يا عم؟ احنا عايزين نتمرن. هو ايه يا عم في ايه؟ هو ينفع عربية لا مؤاخذة تمشي من غير بنزين؟ موبايل من غير شحن؟ تلفزيون من غير إرسال؟ لا طبعا، انت صح، ده أحدث أسلوب في القتال. ماشي، هاتلنا فطار يا نعناع، ناكل وبعدين نتمرن. آكل؟ أنا اللي آكل؟ انت لازم تبقى خفيف عشان تقدر تتمرن. بالهنا والشفا يا عم إبراهيم، مش هنتمرن بقى؟ عندك حق. العنصر التاني في الدرس الأول الشاي، لازم نحبس بالشاي. شاي؟ يا عم إبراهيم أبوس إيدك، كل اللي فاضل أربع ساعات. يا بقى شوفوا يا أولاد، الشاي ده شكله حاجة بسيطة لكن في منتهى الأهمية بالنسبة للمقاتل. حد يسألني ليه؟ ليه يا سيدي؟ لأنه معروف إنه غلط بعد الأكل عشان بيكسر الحديد في الجسم. احنا بقى عايزين موضوع تكسير الحديد ده يخلينا بقى لا مؤاخذة نفوت في الحديد نكسره، مش كده؟ يا ابني انت متأكد ان الراجل ده كوماندا؟ عيب يا كابتن، دي احدث طريقة في التدريبات القتالية، العودة للطبيعة طبعا. الامر لله يا نعناع، شايل الباشا هنا. الدرس الثالث في الفصل الاول التحلية. تحلية؟ تحليتها يا عم الحاج؟ هو ينفع بعد ما نحبس ما نحليش؟ لا طبعا ما يصحش، بس هو الوقت مش في صالحنا الا لو مهم يعني. بقى هفهم فيكم الامتى يا ابن السكر. ده هو الكلاكوز، مصدر الطاقه. الله، البنزين يعني من الاخر. طب ينفع عربيه تمشي من غير بنزين؟
لا طبعاً، نعناعة. الله عليك، الله عليك يا نعناعة، البسبوسة عالمية، والله تسلم إيديكي. والجاتو تحفة، عيش السرية بقى لا مؤاخذة كان ناقص السكر شوية. ما كفاية بقى شيف شربيني، أبوس إيدك فاضل ساعة ونص ونتدلع، وشكلك هتتدلع معانا أنت كمان. عيب ما تقلقش. يا سلام، لو بقى نحدق بحتة جبنة قديمة ولا مثلا الواحد. لا لا لا، هنحدق ولا هنحلي، احنا هنتمرن. خلاص يا عم، تعمل لنا دوشة على ايه؟ خلاص هنتمرن اهو، يلا بينا. الدرس الرابع في الفصل الاول، الاستشفاء. ايوه، يعني ازاي تخلي جسمك يتبني صح ويبقى اقوى بالنوم. نوم ايه؟ نوم العوافي يا ابن. الجسم ما يسترد صحته غير لو نمت كويس. احنا ننام لنا ساعة كده. يا عم ابوس رجلك بقى، كل اللي فاضل ساعة ونص. انت متأكد يا دي هيصة يا زفت انت من اللي بيحصل ده؟ عيب عيب يا عم الكباتن، ده احدث تكتيكات في القتال والدفاع عن النفس. اه يا ناما، ماشي نعناع، هاتي كوفيرتا هنا. صباح الخير يا عم ابراهيم. ها فاضل 10 دقايق اهو هنتدلع يا عم ابراهيم، هنتدلع بقولك. حاضر حاضر، خلاص قمت اهو يا ساتر. بسم الله الرحمن الرحيم. بس بقول لكم ايه، لو في كوبايه نسكافيه كده 4 معالق سكر. لا مفيش وقت يا هيصه، احنا بنضيع يا هيصه، انت متاكد؟ اكيد، يمكن يمكن. احدث القتاليات ولا يا حاج ابراهيم؟ ايوه طبعا. كله استخبى، كله استخبى، ابراهيم الاحمر بيهجم، ابراهيم الاحمر بيهجم يا جدعان. ايه ده يا ليلى كحلي، ابراهيم الاحمر وصل، هنتدلع. يا عم اصفر انت قول لنا حاجه بقى، ابوس ايدك. عارف يا عزوز يا ابني، انا ليه منعتك من الاكل والشرب والتحليه وساعتها انت زعلت مني؟ كنت بعمل كده ليه؟ ليه؟ عشان تبقى خفيف يا ابني. انتوا لازم تبقوا خفاف يا جدعان علشان تقدروا تجروا. يلا اجروا من هنا وما تبصوش وراكم. طب وانت؟ لا ما هو ما يعرفنيش اصلا، مشكلته معاكم انتوا. انت متاكد يا هيصه ان ده احدث طريقه في القتال؟ عيب عيب يا كابتنة، الطريقه الحديثه بتقول الجري نص الجدعنه. اجري يا ابو الكباتن. عملت نقلة بسرعة.